أهلا بكم أصدقائي. الفلسفة يمكن تلخيصها بالنسبة لمعظمنا أنها مجموعة من غرباء الأطوار يتحدثون في أشياء بديهية بجدية شديدة. في هذا الفيديو سنعرض عليك أغرب خمس فلسفات ربما تقودك للجنون. فلنبدأ. الفلسفة الكلبية هو مذهب فلسفي أسسه في القرن الرابع قبل الميلاد الفيلسوف الشهير أنتيثيسينس. يرى هذا الفيلسوف أن الشخص الحكيم هو الذي ينظر باحتقار لكل الرغبات المألوفة في الحياة ويعيش غير عابئ بالثروة والجاه، وأكد أن السعادة الدائمة أمر غير ممكن ما دامت للشخص حاجات ورغبات لا يستطيع إشباعها، وهو غير مقيد بأي التزامات نحو المجتمع أو الدولة أو الأسرة، لأن هذه الأشياء تولد رغبات لا يمكن إشباعها. لذلك يرى المؤمنون بالفلسفة الكلبية أن حياة الكلب هي أفضل حياة. وكان ديوجين واحدا من أتباع أنتيثيسينس المتحمسين إذ اتبع الفلسفة الكلبية إلى درجة التطرف، ويقال أنه كان يعيش على أردي أنواع الخبز وينام في أحد الأحواض مثلما تفعل الكلاب تماما. فلسفة نيتشا. ينظر إلى فريدريك نيتشا باعتباره أحد أكثر فلاسفة العصر الحديث شهرة وتأثيرا، حيث أثرت أعماله وأفكاره مسيرة الفلسفة والمعرفة الإنسانية، وكانت ملهمة للوجودية وما بعد الحداثة. وكان نيتشا هو القدوة الأولى لهتلر، حيث كان هتلر يعشق هذا الفيلسوف ويعشق فلسفاته، فأفكار هتلر التوسعية والإجرامية قام بأخذها واستنباطها من فلسفة نيتشا. ومن أبرز فلسفات نيتشا: لا تشربوا الخمر. كره نيتشا الخمور إذ رأى أن الخمور تشكل أكبر المخدرات في الحضارة الأوروبية، وأنها تساعد الإنسان على نسيان الآلام وتقبل الأشياء كما هي، وذلك دون بحث عن تغيير حياته للأفضل، إذ يمكن لبعض الكؤوس من الخمر أن تحسن من شعور الإنسان مما يجعله ينسى تماما صراعه للنجاح في الحياة. ولذلك لم يشرب نيتشا غير الماء، وفي بعض الأحيان اللبن. كان فريدريك نيتشا يرى أن النجاح يستحيل أن يتم دون معاناة، وأن النجاح لا يجتمع مع الراحة، حيث رأى أن الحياة يجدر بها أن تكون مليئة بالمغامرات والمخاطر. شوبنهاور وفلسفة التشاؤم. عرف الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور بفلسفته التشاؤمية تجاه الحياة، فهو يرى أن الحياة شر كبير، ووجد أن الألم والمعاناة هما القاعدة، في حين أن السعادة والراحة هما الاستثناء. درس شوبنهاور البوذية وتعمق فيها وأعجب بنساكها، وربما كان لهذا الأثر الكبير لنظرته إلى الحياة، حيث تنظر البوذية إلى الحياة كونها مليئة بالشرور والشهوات التي يجب التغلب عليها والترفع عنها. في نفس السياق اعتبر الإنسان ليس سوى حيوان يائس من الوعي الذي تشكل لديه، ومن خلال هذا الوعي لا يستطيع أن يخفف من شقائه إلا بطريقتين: الأولى التصرف كناسك بوذي، والترفع عن الشهوات، وهذا ما قد يكون عسيرا على معظم الناس. أما الثانية أن يجد الاتزان الداخلي من خلال الفن والفلسفة، فهما يسموان فوق الزمان والمكان، وهما الشيئان الوحيدان اللذان من الممكن أن يدفعا الإنسان لفهم الاضطراب الذي تسببه إرادة العيش. وجد شوبنهاور أن الموت لا يدعو للخوف بحد ذاته، ولكن الفكرة ذاتها، والتفكير فيه هو المخيف فقط، فدعا شوبنهاور إلى الانتحار كثيرا. فلسفة الإيبيقورية. كانت لإبقور ومن تبعه من تلاميذه نظرية في الطبيعة مقتضاها إرجاع كل شيء في عالمنا إلى ذرات، إلا أن اهتمامهم انصرف أساسا إلى الأخلاق، وقالوا فيها أن أساسها اللذة، واللذة هي هدف الإنسان في حياته، واللذة ليست مقصورة على اللذة الجسدية بل تسمو عليها اللذة العقلية، وليس الأمر بالسعي إلى اللذة الوقتية بل قد يكون بالعمل على منع الألم. وخير اللذات هي في هدوء البال وطمأنينة النفس، وهدوء البال بدوره يتحقق بالحد من الرغبات والحاجات والبساطة والاعتدال في العيش. وكما أن اللذة هي غاية الحياة، فإن المعرفة لا تتحقق إلا عن طريق الحواس، والحواس ترشد المرء إلى تحديد طبيعة الشيء فيصدر حكمه بعد الإدراك الحسي، غير أنه إذا أخطأ فليس الخطأ بناجما عن الإدراك الحسي، وإنما ينتج من الحكم والإدراك الحسي والشعور باللذة، هما مقياسا الحقيقة وأسلوب الوصول إلى المعرفة. يرتكز فكر إبيقور الاجتماعي والفلسفي على الابتعاد عن الحياة العامة، ولا يقر بالتساوي المركزي بين المجتمعات، لأنه يوجب العداء والتباغض
ويرى أن الدين والموت مصدران أساسيان للخوف، فنحى بذلك منحنى مادي. ويفترض أن وجود الدولة قائم على أساس كفالة الأمن والاستقرار وللوقوف أمام الفاسدين، ويعتقد بأن طبيعة المجتمع البشري قائمة على الأنانية، إذ يجري البشر وراء مصالحهم الذاتية، فإن حقق بعضهم مكسبا أفسدته أنانية غيره. الفلسفة السوفسطائية حركة فلسفية غير متكاملة ضمن نظام معين، ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد ومركزها أثينا، وهي فلسفة عملية تقوم على الإقناع لا على البرهان العلمي أو المنطقي، وتقوم أيضا على الإدراك الحسي والظن، وعلى استعمال قوة الخطابة والبيان والبلاغة والحوار الخطابي، بالإضافة إلى القوانين الجدلية الكلامية بهدف الوصول إلى الإقناع بما يعتقد أنه الحقيقة. وبهذا المعنى أصبحت السوفسطائية عنواناً على المغالطة والجدل العقيم واللعب بالألفاظ وإخفاء الحقيقة. تعد السوفسطائية دعوة نسبية وتمرداً على العلوم الطبيعية، فقد كانت في صميمها دعوة إلى الاقتصار في تفسير الكون على الظواهر وحدها، وذلك من دون الاستعانة بأي مبادئ خارجية أو عوالم أخرى. وكانت أيضاً دعوة ضد المدرسة الأيلية التي كانت تبحث عن الحقيقة خارج عالم الظواهر بوصفه عالماً وهمياً. فقد حولت السوفسطائية الفكرة من الاهتمام بالطبيعة إلى الاهتمام بالإنسان، وقلبت أسسه وغيرت معاييره، إذ تركت الظواهر الخارجية جانباً وجعلت من الإنسان موضوعاً أساسياً للتفلسف والتفكير، وذلك قبل كل الموضوعات الأخرى. فالإنسان الفرد هو معيار الحقيقة، لهذا اهتمت السوفسطائية بالمعرفة والذات والأخلاق. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، نراكم في فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله.